دمعت عيني اني رايت منظر كيما هذايا. علاه يجي يقطعها ويزيد يكتب لك اي لوف يو فوقها باش يقلعوا له لا فوتو. هم كيفاش كانوا يكسروا في الحيط. هذه المشاهد التي يندى لها الجبين هي من صحرائنا الشاسعة بولاية إيليزي تحديدا، تكشف حجم الخراب والنهب الذي طال الآثار والرسومات التي تعود إلى ما قبل التاريخ، المفروض أنها محمية ومصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. اللي نحاها نحا إنسان محترف أنه ونستبعد أنهم ينحوها أهل المنطقة، فإنه ثقافتهم ما تديهمش أنهم تتنحى اللوحة بهذه الطريقة. فهذا ممكن بعض الاحتمالات أنهم يوجد شركات أجنبية كانت تفوت من تما، كانوا شافوا هذوك وما كانوش هما تاني لنحهم، أكيد أنهم هما جابوا ناس مختصة تنحات. مثلا جاو ينحوا راس جيروماركي أنهم انجغاف باش ينحوا الراس تاع الزرافة، بينحوها كل كسروا لها الراس خلوها مشاو لوحدة ثانية. عمليات النهب والسرقة التي طالت هذه الرسومات من الواضح جدا أنها لم تكن من قبل هواة، وإنما أشخاص محترفون يتقنون هذا النوع من السرقة، كون الرسومات تم انتزاعها بطريقة دقيقة للغاية، رسومات تم تهريبها وسرقتها بغرض تهريبها نحو دول الجوار ومن ثم إلى ما وراء البحار، تقول رئيسة الجمعية. وما تنساش بلي عينا ميناس منطقة حدودية مع ليبيا ومع مع ليبيا، من ليبيا تونس وعندك كل الدول من باسكو المنطقة اللي كنت فيها لهذيك تدغنيسان تبعد 30 ولا 40 بيننا وبين ليبيا 40 كيلومتر، يعني مش بعيدة. سيد والي ولاية إيليزي يعني نشكره شكر كبير أنه هو كان أول إنسان اتصل بي وسقصاني على المكان. الآثار والرسومات المتواجدة ببلادنا جزء من تاريخ البشرية جمعاء، الحفاظ عليها وحمايتها مسؤولية الجميع، بداية من المواطن البسيط إلى المسؤول.